فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ في الحمام في مكان قضاء الحاجة، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ في الحمام الذي هو مكان لقضاء الحاجة، فهل يجوز له أن يبسمل قبل الوضوء؟ أن يسمي؟ نعم، هذا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأنه يسمي، لأن التسمية واجبة، تسمية واجبة، فيسمي ولو كان في محل دورات المياه، يؤدي الواجب عليه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.